عرفني بسم الله باسمك. الرحمن الرحيم. هشام أول حاجة ابن مفلج، قمت بمبادرة تمشينا على الطريق تضامنا مع ضحايا فجعة طنطان من مدينة تيفلت إلى مدينة العيون المغربية، وكان كنهدي هذا التحدي هذا الرياضي الأول صاحب جلالة جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي وخصوصا سكان مدينة تيفلت صراحة اللي سيسيف الهاتف وكنشكرهم بزاف. ويمكن لك تحكي لنا الرحلة ديال كيداس؟ الرحلة بصراحة كانت في الأول كانت صعيبة، رغم يعني ما كانتش عندي تجربة، وكانت رجلية ضرتني من تحت بزاف بزاف وعانيت، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كملت المشوار ديالي حتى لمدينة العيون. وكانت في البداية شي الناس كيف كانوا كيستقبلوك في الطريق المواطنين المغاربة؟ الحمد لله كانوا كياخذوا معايا صور وكيشجعوني على هادشي اللي كندير انا، حيت قليل 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 ديال الناس اللي صراحة اللي كي الناس ما مصادفين تحطني تشكرني وكتقدم لي الدعم المادي والمعنوي، كنشكرهم بزاف والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حنا كنعتزوا بالمغربيه ديالتنا وعشا الملك وعشا الشعب المغربي. وكاينين شي ناس اللي يمكن تذكرهم اللي ساعدوك بزاف في الرحله ديالك؟ كاينين اخت حكيمه بشريفه كنشكرها، ورئيس كوكب مراكشي كنشكرو من مدينة السخيرات كنشكرو بزاف، لكن كان ديما تيتصل بيا وكيرسل ليا تعبئة وكيدعمني ماديا ومعنويا، وكاين السي مصطفى غوردو حتى هو مسكين ساعدني، والناس ديال مزودة صراحة واحد الاستقبال كان عندهم في مزودة تما يعني في المستوى وتليق بالمغاربة والشرف وبالراية المغربية. وبالنسبة للوصول ديالك لمدينة العيون كي كان الوصول؟ الحمد لله كان واحد الاستقبال يعني في المستوى كيريق بالرياضة الوطنية، وكنشكر السيد وزير محمد بوليف ووالي جهة العيون ساقية الحمراء وسكان مدينة العيون والمسؤولين المسؤولين ديال مدينة العيون صراحة اللي قدموا لي واحد الدعم معنوي صراحة يعني كيريق بالرياضة الوطنية. كاين شي منابر اعلاميه اللي تبعت خلال هذه الرحله ديالك اللي قمتي بها؟ وكان كنشكر تيفلت بريس اللي واكبت الحدث ديالي من الاول حتى الاخير، وجريده احداث الصحراء وجريده ديال طنطان يعني كان نتذكر الاسم ديالها، فهي كانت جريده وحده مغربيه وهيبه بعد الجرائد اللي كانوا بيا اليوم وبعد الجرائد اللي كيتبعوا الحدث ديالي وكنشكرهم بزاف. واش عندك شي مشروع مستقبلي بالنسبه لهاد الطريق اللي اختاريتي هذا ديال التحدي؟ المشروع ديالي ان شاء الله وهو التنهدي للرياضي الاول صاحب الجلاله والجلاله الملك محمد السادس التحدي هذا، وكنشكره بزاف على داك على المبادره اللي قام بها تيقوم بها، والله ينصرو والله يحفظو لينا والله يحفظ الشعب المغربي كامل. كنتي معنا على التحدي الاخر اللي بغيتي ديرو السنه المقبله، يمكن لك تهضر لنا عليه؟ ان شاء الله التحدي ان شاء الله غادي يكون من مدينه وجده الى مدينه القويره ان شاء الله. ان شاء الله وكنتمنى ان شاء الله باش نتوفق ان شاء الله، وكنتمنى المسؤولين باش يتبعوا لهذا الشيء اللي كنديروه هنا، راه كنديروه للمغرب ولا للرايه المغربيه، كنهزوا الرايه المغربيه، خص هاد الناس هادو ينتبهوا لهاد الناس هادو. حنا كنشجعوا الشباب باش نعطيو القدوه للشباب اخرين باش يمتنعوا على المخدرات ويمتنعوا على الحوايج اللي كتضر الجسم ديالهم كتخرب المجتمع المغربي. كنتمنى من المسؤولين باش يلتفتوا وينتبهوا لهذا الشيء اللي كنديروه حنا، راه كنديروه لصالح الوطن ديالنا ولصالح المغرب وعشا الملك. وكاين شي رساله لك توجهها للمسؤولين المحليين والاقليميين؟ كاين واحد الرساله كنتوجه ليها، فكنتمنى ان شاء الله الى ما استقبلونيش هاد السنه هذه ينتبهوا ان شاء الله للسنه المقبله ان شاء الله باش يعطيونا واحد باش يشجعونا. حنا كنمثلوا المدينه هم اللي عطات الرياضيين وعطات مسؤولين وعطات كل شيء، خصهم ينتبهوا لينا. حنا ما كنديروا شي حاجه خايبه، حنا كنديروا شي حاجه زوينه للمغرب وكنبينوا المدينه، فكنتمنى باش 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 يفيقوا ويعطيو واحد الصوره زوينه للمدينه كما عطينا حنا في المدن، وحنا كنلقاو الناس ما ماشي من المنطقه وكيشجعونا على الاقل غير معنويا. فكنتمنى ان شاء الله باش ينتبهوا لهذا الشيء اللي كنديروا حنايا، راه كنديروا لصالح المدينه وصالح الوطن واللي تنديروا لسيدنا الله ينصر. كاين شي كلمه اخيره يمكن لك تقولها لنا في هذا؟ فالكلمه نقولها كنشكر الناس اللي ساعدوني، وكنشكر تيفلت بريس صراحه اللي وكبت الحدث ديالي من الاول حتى الاخير، وكنشكر السي عبد العلي ابو عرفي رئيس الجريده ديال تيفلت بريس،
وكنتمنى ان شاء الله بالسلامه الكبيره ان شاء الله باش تكون عند حسن الظن ديال المغاربه كاملين.